خاصة لما نشوف هابي فيس يكون أصفر، ولما أحد معصب يكون أحمر. ليش؟ لأنه دائما المود يأثر على اللون واللون يأثر على المود كمان. فهذا حيكون موضوعنا اليوم مع ميرنا وإيدي. أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير، ويا أهلا وسهلا فيكم. يعني يمكن عشان كذا لما نشوف الاستوديو يعني أزرق وأبيض، أتوقع هذه ألوان مناسبة تفتح النفس مفروض. يعني الألوان تلعب شخصية، يعني حسب يعني كيف تعرف الإنسان من لبسه بتعرفي ستايله بالبيت. يعني إذا إنسان بحب الألوان المعرقة بحلها بتلاقي بيته بيلحق شخصيته. أوكي. اللبس يعني أنت كيرت البيت عندك بحب الألوان أنا بشكلك بتحب اللميع. أنا شفت أجيب لك وساعة حتى لميع. أنا بحس اللون اللي اختيار الألوان عنصر أساسي خصوصا بالديكور، لأنه كل بيت بيختلف ذوق الشخص عن التاني، وأكترية الاختلاف في الذوق بتكون من ناحية اختيار اللون المناسب اللي بيشبه شخصيتنا. وأتوقع اللي لو حطينا ألوان في الليفينج روم معقولة، بس لو يمكن في غرفة النوم هذا اللي يكون صعب الاختيار. لكن كان بغرفة النوم ولا كان بالليفينج روم أو بالدايننج، تركيب الألوان بدها شوي جرأة، أو بدها شوي يكون كيف بدك تركبيها، يعني كيف تخلط الألوان مع بعضها تا آخر شيء تعطيك رونق حلو. يعني طب عشان نفهم أكثر خلينا نشوف صور، إيش رأيكم؟ أكيد. ونقول أوكي ولا لا. بس حبيت اليوم حبيت فكرة المخدات صراحة. شو هي جايبين معنا هلا كل واحد من أي الستان اللميع؟ لا نفس القماش ولا لا؟ لا هيدا الستان هيدا غلط. أنا نقلي شيء أتقال أنا مع الستان صراحة. هيدا أنعم. طيب نشوف الصور؟ يلا خلينا نشوف أول صورة. هيدا غرفة النوم. أنا كنت لابسة هذه الألوان قبل كم الأسبوع اللي فات على البرنامج. ليكي هون بتحسيها أكثر موروكان، بيوت المغربية موروكان، بيوت الرياض بيقولون رياض، هيك بتحسيها بالألوان. هلا انا مثلا ماني مع هالشيء، يعني نو لسبب انه انا بس حب عم بحكي عن نطاق شخصي. يعني بس فوت على غرفه النوم فجاه تكون الوان تكون هاديه اكثر، ما احس في كثير تنوع بالاقمشه واللون الاحمر بنزل لون صاخب. هي حلوه تنامي عليها، تنامي ليله وحده ليلتين اوتيل 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 اوكي. فهوتيلات ممكن، وهو شكله اوتيل صراحه. هذه الصوره الثانيه، هيدي يس يس يس. انا كمان اقول يس يس، اصلا نفس الالوان اللي انا لابساها. يعني لانه بتحس الغرفه انا بالنسبه لي بتوحي لك بهيك رواق، انه على بالك طبيعه بتحد طبيعه وصور رائعه. والحلو انه مخلطين فيها الخشب، يعني مدخلين شويه خشب فيها، وكان يعني لون كلها نيتشر. اوكي هيدا هيك هيدا انا الاكس كبيره. لا اكيد لا لا، يعني احس الاكس بس لحظه. البيوت الزمان يعني الكبار كانوا يسووا كذا هذه الديزاينات، بس منها عمليه. يعني مش قصة عملية، أنا ما في نام فيها، ما بنام. بس ما في ألوان أساساً. بس ما في ألوان أساساً، هي خشب وأبيض. مش ما في ألوان ستايل. هيدي مهضومة، أنا بقول يس. هذه مهضومة؟ أنا بقول نو. أوكي. ليه نو؟ أنا بقول نو، لأنه صفار هالأصفر وهي إنه ما حسيت فيها كثير. أوكي فيها البامبو. لا أنا مع ميرنا صراحة. ما فيها ما فيها هيك لون، أنا ما بنام فيها. طفولي، يعني في طفولة في الموضوع، صح؟ أنا بفكر. فريش؟ حلوة. لا يعني تاكل ليمون. انا ما بتحبوا الالوان الجراي، الوان الاسود، والوان الابيض في النوم. والبيج شوف هيدي. اوه هيدي هذه الحمراء. لا انا بالنسبه لي هيدي الغرفه انا بقول نو. لا انا اتس بوب اب خارج تعمل تحت فيها. انت نو ولا يس؟ انا يعني حسب وين. طب رح اقول نو. احنا بنتكلم غرف النوم، ما بنتكلم اوتيلات وسفر. لا انا غرفه النوم هيدي لا، لانه في كثير الوان صاخبه وكذا نوع باترن مستعمل بقلب الغرفه. يعني مش هيك بتحسها منها غرفه بتحليك بالرواق. اذا بدك تروحي بالالوان الاحمر بغرف النوم بدك تكسريها شوي بالوان، فينا نرجع شوي. اذا انخلطت باسود يمكن بتهدي اكثر. هيدي ما دام انحطت قطعا لا. إيه لا هذه اوكي. طب نرجع هون اذا انخلطت بالاسود، يعني اذا خلطت من كثره الالوان لخبطونا. هيدي خليها تنشال دغري، انا ولا يمكن نم فيها. لا بس هيدي بوب اب السجاده حاططها على الحاف. يعني ماني عارفه تو ماتش كالوري. هي بوب اب روم تعتبر، يعني منا خرج واحد يقدر يستخدمها لون فيها يعمل فيها بس هذا شكله عميل مطبخ اوضه نوم. انا حسيت فوتوشوت ينفع. ايه من ينفع فوتوشوت بس مش خارج. الصوره اللي بعدها شكلها حنضلنا حاطين نو نو. الله حلو هذا. أنا فخامة ورواق. هي عكس الصورة اللي خبرتينا إنه كانت من قديم وحلوة. يعني شوفي هون مستخدمين تقريبا نفس الخشب بس بشوي بطريقة. هذيك يعني قصدي في التسعينات، وهذه دحين 2020 يعني. يعني جميلة ليك كيف تدخلين المرايات، تعطيني سبيس بال حتى الإضاءة، الظهر التخت مشغول بطريقة حلوة. يعني أنا بس بهالغرفة إنه لو أنا ما كان هيدا ذوقي، بس أكيد ما في أقول لا، لأنه فيها عوامل عناصر أساسية. بس هون نقطة غلطة. شفت الطاولات؟
شوف قد ايش زحمه. طب فين نحط الجوال ومثلا لو في كريم او بالاوضه ما في جوال ما في جوال مره زحمه احس غير الزحمه في شغله ما انتبهت لها ليك واتخذ شعاله ايوه انت قاعد بغلب السلم طيب هذه الالوان سوبر يس انا سوبر يس وين؟ لانه yes. لسبب واحد لانه استعمال يس يس ها يعني انا احس لي يعني لبيت البحر حلو كثير صح؟ بيت البحر مش يعني بيت كل يوم بيحرك بس بالرواء يعني أي. يعني بتنبسط تفوتي على غرفه لانه حتى في اختلاط بالباترن بس مش تعجيق محطوطين بطريقه مدروسه على هو اللي مجمله شو ساره؟ يعني شوفي فيها الوان بس شو اللي مجمله؟ مجمله الخشب الابيض هو اللي هديها الخشب الابيض الخشب الابيض سهل اسهل شيء يعني اسهل شيء بس هيك كيف كسر الالوان يعني مستخدمين الوان ازرق واحمر بس انه مكسوره بالابيض اوكي بتنام بهالاوضه ساره ولا لا؟ في بيت البحر ان شاء الله اوكي هذه الصوره هاي الاوضه انا اكيد لا يعني ايدي ما بعرف انت شو رايك بالموضوع بس انا لا يس اور نو الوانها حلوه بس مش شغلينها غلط حلو في الم... ماني عارف ايش شغلينها يعني غلط عندهم الوان لا ليك بس في شيء حلو الكونسبت تبع الغرفه حلو, حلو بس بس كيف التعاطي مع التنسيق بالالوان يعني مثل حدا لابس كل ثيابه كل الالوان صح؟ يعني ما في مش الا ما حاطينها يعني البرادي على اليمين واليسار ما لهم داعي ثلاث الوان على اليمين واليسار ما لهم داعي طب كيف زي غرفه كذا بالله تاثر على مزاج الشخص يعني احس بتكركب اصلا اول ما يدخل الغرفه بتوتر انا بتوترني بس تعرفي سارة يعني هي إذا بتطلع الكومودينا ولا الشيفونيرة الكبيرة والتخت حلوين الله أنا هذا أنا هون أنا هاي أنا هذا أنا كده أوكي أنا أحب هذا الستايل صراحة وأحب الأسود أنا عارفة إنه كئيب ويحد قولوا لي منه كئيب بالعكس الأسود صراحة شو بدل الأسود إحنا لابسين أسود نينيتنا عن شخصية قوية وبدل وتكتم أيه. الاسود واحد اللي بحب يتكلم الاسود لا مش بكتم انا شغلي اتكلم اساسا مستحيل اكون اتكتم مشاعر لا بس انا احب الاسود في الغرفه حتى كنت احسبيها هذيك يعني في بيت الاقدم بس قلت بلاش اسود سويت دارك جراي عشان انه كنت ناقصه شيء ناقصه شيء بننتقل على هيدي هيدي انا بتشبه كيف اللون الأبل بس قبل كنت اكثر لوك اطفال اكثر هون مستعملين الباترن مدخلينه حسب وين البيت انا برايي باي انا احس الشخص اللي عنده هذه الغرفه اول ما يصحى من النوم حيغني بتعرفي على طول السجادة حبيت التخت نوعا ما بنروح من النوم ما بنغني بنقوم نشرب القهوه بالضبط بالضبط الاصفر از تو ماتش اوكي انا كمان اللي بعدها اخر صوره اللي هي هذه أنا أنا بقول إيه أكيد يس 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 حطن حد بعتها تشوف هيك أوكي أوكي حلو حلو صراحة لأنه استعمال الخشب مع الأخضر ومع النيوترال الألوان النيوترال الخشب بعطي شوي جمالية ومريحة كثير هذا الخشب اللي محطوط على الجدار هل يعتبر يعني غالي يتسوى ولا لا لا بالعكس هذا السترايبس بيعملوه خشب ممكن تجيب أي خشب أم دي إف أو خشب طبيعي بيتقصص وبيتركب كثير كثير هين بس أنا هون مدال الصور أنا كنت بفضل لو ينحط نفس الصورة على ليفز أكبر على الحيط كانت عطيت شوي هيك بس كرونة يعني عادة لون حلو الألوان حلوة التناسق حلو والسرير ما يبغى له سلم عادة لا لا إيه. بس هيدا ما بيقع ما بيقع ما بتح منه طيب خلينا نعطي شوي نصائح للمشاهدين مثلا كيف تركيب الألوان وأهم شيء كمان عن الألوان اللي يبتعد هنا أهم شيء عندك بالألوان لازم تكون هادية وبسيطة خاصة بأوض النوم تعطيك نوع من الاسترخاء وتقدر شوي تنام يعني ما تكون ألوان صاخبة وبحيث إذا بدنا نعتمد الألوان كثير الدارك نعتمد على الإنارة الطبيعية يعني تكون بيك كبيرة إنارة طبيعية بلس دايركت لايت والإنديركت لايت تيعطي شوية مود يعني ما يكون كتير أسود بقلب الأوضة أنا بحس كمان عنصر أساسي بغرفة النوم إنه مثل شفنا الباترن أو الأنواع اللي بنحطهم تكشر بالغرفة النوم يكون في توزيعهم في تناسق ولا بتصير الغرفة كأن واحد لابس كل الخزانة عليه صحيح هيدا التناسق في يكون بيعطي نموذج حلو لغرفة النوم وإذا بدنا نستعمل الألوان الغامقة الداكنة مثل لون الأسود أو لون واحد كتير يعني يكون غامق لازم نشتغل إنه هيدا اللون يكون مثلا ورا التخت مش الإنسان بس يفوت يشوفه دغري أو لون ساخي بوجهه ونعتمد الإضاءة الصحيحة تتماشى مع الدم طب لو الغرفة نفس الألوان اللي أنتوا بتقولوها بس الإضاءة ملونة إيش رأيكم؟ النيون البينك والأزرق أو لك حسب يمكن إذا بغرفة بنت نحط لها نيون بينك والغرفة ايه. مثلا بيضاء مثلها حلو مشان هيك بيرجع للذوق وطريقة الاستخدام تبع الإضاءة والألوان بالشكل الصحيح